خلينا دلوقتي نروح لأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وكيف ترى الجماعة ما بين الحاضر والماضي؟ يمكن كنا لسه بنتحدث مع دكتور جمال عن هذا، التمويل ما بين الحاضر والماضي، تصرفات هذه الجماعة الإرهابية، محاولة ومحاولات بائسة للوجود داخل المجتمع المصري. نعم، بكل تأكيد طبعا بيان الحل او حل جماعه الاخوان المسلمين اتحلت مرتين، 48 وفي 56 بعد حادث المنشيه في 54. فاحنا بنتكلم عن جماعه مرت بنفس الظروف، ومصر مرت بنفس الظروف في المشابهه مع جماعه الاخوان المسلمين. تقريبا هي نفس الامور، نفس التصرفات. جماعه الاخوان لم تستوعب الدرس، لا درس التاريخ ولا درس التجربه السياسيه اللي هي عملتها، لا هي بنفس العوامل ونفس الادوات ونفس الطريقه هي بعينها، يعني احنا ممكن نقول هي منسوخه بنفس الطريقه. يعني اذا كان بس المرشد تغير، حسن الهضيبي دلوقتي بمحمد بديع او ابراهيم منير دلوقتي القائم بالاعمال، لكن هي نفس التصرفات، ان هو يحاول يتواصل مع الانجليز في يعمل اتفاقيه للجناية منفصله عن الدولة، يحاول يتواصل مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، يحاول ان هو يغتال رئيس الدولة، يحاول ان هو يعمل عمليات ارهاب وعنف وجناح مسلح، يحاول برضه يشوه صورة الدولة بالاشاعات وبالتزوير والتقليل من حجم الانجازات، نفس الطريقة اللي هم بيعملوها دلوقتي تماما هي بعينها، بس مع فرق بقى التشبيه ان احنا بنتكلم عن ادوات حاليا هي ادوات اكثر تكنولوجيا والكترونيه وسوشيال ولجان الكترونيه وذباب الكتروني بيستخدم بطريقه حرفيه، وناس بتتقاضى بقى الاف الدولارات ودي سمعنا احنا من كام يوم كده، سمعنا واحد فيهم اللي هو طارق قاسم ده اللي كان مذيع في قناه الشرق، وبيتكلم على ان في تسريب خطير جدا، بيتكلم على انهم كانوا متصورين ان هم كانوا بيعملوا حاجه ثوريه، اكتشف ان هو ده كله ضد الدوله المصريه، وان في واحد انجليزي مجهول الهويه هو اللي بيحركهم، وكان بيجتمع بيهم ويرموا التليفونات بعيد على بعد 3 4 كيلو، ويقعدوا في اجتماع مغلق في احدى الجناين بعيد عن الناس، وياخدوا قرارات كلها ضد مصر، وان هذا الرجل ايده طايله وكلهم كانوا مرتبكين منه، وان من هذه الاموال كلها في ناس عملت بيزنس كبير جدا واستثمارات ضخمه من وراء هذه القنوات والدعايه الاخوانيه المريضه والبغيضه ضد الدوله المصريه. فنفس الادوات هي بعينها، وقرار الحل تقريبا واحد، لكن المره دي يعني ممكن نقدر نقول ان في شبه اجماع من الدول العربيه ومن الشعوب العربية على حل جماعة الإخوان المسلمين. السعودية أخذت هذا القرار، والإمارات والبحرين ومصر وتونس ودول كثيرة جدا، وحتى في أوروبا الآن بدأ في تضييق على الشعارات الإخوانية. ده بعكس يمكن زمان لما كانت الإخوان المسلمين وجدت لها بعض الدول المناصرة واللي هي سهلت نشر أفكارها في العالم العربي. طبيعة العلاقة ما بين الجماعة وما بين الأطراف الخارجية اللي بتعادي دولة 30 يونيو وقتها كانت عاملة إزاي؟ في طبعا هذه الطبيعه، ما هي بص، هي جماعه وظيفيه، هي طول عمرها جماعه وظيفيه. يعني لما نقرا في مذكرات قاده الاخوان المسلمين مثلا، وهنلاقي ازاي هم كانوا تلقوا اول تمويل من الاحتلال الانجليزي، وبعدين علاقتهم بكل القوى السياسيه، هو بيتعامل مع الجميع ويبقى ضد الجميع في ذات الوقت. يعني يتعامل مع الوفد ويتآمر ضد الوفد، يتعامل مع الملك فاروق ويقول لك الهضيب زياره كريمه، الملك كريم، ويعملوا طوابير احتفالا بقدوم الملك من بريطانيا، وده كله بالصور ومن كتبهم هم، وفي الاخر يقول لك نحن نضلنا ضد الملك واحنا اللي عملنا ثوره يوليو، بعد كده يقول لك عملنا ثوره يوليو وتآمروا ضد الضباط الاحرار، يا يقول لك احنا مع عبد الناصر، عبد الناصر كان من الاخوان، وفي الاخر يحاولوا يقتلوه في 54. يتحدثوا عنهم الجماعه ضد العنف المسلح، وفي ذات الوقت يعمل لك سلسله من العنف والاختيالات، وكان هيفجر قائد خيريه على الناس وعلى المواطنين. صحيح، فنفس الكلام دلوقتي اللي هو بيعملوه بالكربون.
صحيح، نشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجامعات المتطرفه.